كتير داخل نادي الزمالك، ولكن الجديد عندنا ان زي ما الاهلي لعبته عليها طلبات، الزمالك كمان عنده لاعب عليه طلب، ولاعب جايله عرض كبير شراء، وهي مفاجأة من خارج مصر جايله عرض، وده ممكن يقلب الموازين شوية في مركز حراسة المرمى في نادي الزمالك. محمد أبو جبل، محمد أبو جبل في الطريق لعرض لشراء من نادي الزمالك، الزمالك هيوافق ما يوافقش هو حر. نفس فكرة مصطفى محمد، إما كان لسه بقيله في عقده مع نادي الزمالك وجاله عروض الناس عايزة تشتريه، يقبل نادي أهلا وسهلا، ما يقبلش خلاص فيش مشكلة خالص، الأمور سهلة جدا. أبو جبل ليه يقلب الموازين؟ لأن كان المفروض عواد هو اللي هيتحرك السنة اللي جاية، أو هو اللي هيطلع إعارة أو هيطلع بيع، ولكن في وجود أبو جبل المشهد يتغير ويخش عواد تاني رقم اتنين، وممكن يكون فيه كلام على صبحي في العودة من جديد. أيضا محمد صبحي كابتن حسام حسن بيتمسك بيه وعايز يعدل موقفه من دلوقتي، ان هو يستمر موسم كمان مع نادي الاتحاد السكندري او يجدد المده اللي هو موجود فيها. كارتيرون بيوضح حقيقه تفاوض مع ازارو وتومبا، وبيقول ان انا ما عنديش معاهم تفاوض اصلا وما فتحتش الحديث مع اي شخص. دي كانت النهارده اخبارنا بشكل كبير.